السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر ومتك. الفترة اللي فاتت كنت بعدت شوية عن مواضيع ربح الانترنت بشكل كبير، بعدت قوي يعني عن موضوع ربح الانترنت، وبدأت أشوف مجالات تانية أشتغل فيها زي الموبايلات مثلا، بنعمل مراجعات زي ان احنا الفترات الجاية ان شاء الله هنتكلم عن موبايلات جديدة وعن حاجات، هنتجه شوية لموضوع الموبايلات لان برضه انا بفهم فيه، مش وحش قوي فيه. هنتكلم في اكتر من مجال في الفتره الجايه، ولكن ليه بالتحديد انا بقيت اروح الانترنت؟ هقول لك ليه. اول حاجه، موضوع ربح الانترنت انا بقيت عنه لان القناه لما بدات في مجال ربح الانترنت، يعني انا بدات في مجال ربح الانترنت، فعشان كده لما جالي مشتركين من مجال ربح الانترنت. فلما بنزل فيديو عن ربح الانترنت بيجيب تفاعل وبيجيب لايكات وديسلايكات وبيجيب حاجات كتيره جدا، ولكن لما بنزل اي فيديو عن اي مجال تاني ما بيجيبش اي حاجه، و بل المشاهدات بتاعته بتبقى قليله كتير قوي عن مجالات ربح الانترنت. مقارنه بربح الانترنت بيبقى المجالات التانيه قليله جدا، يعني لو ربح الانترنت 70% مشاهدات يبقى المجالات التانيه 30% مشاهدات. تمام. طيب في الفتره الاخيره بقى لو تلاحظوا ان بدات الكفه تتعدل شويه، ده ليه؟ لان المشتركين اللي جم عندي جم من، يعني انا مثلا قول جبت 10,000 مشترك من ربح الانترنت، بقيه المشتركين بداوا يجوا من المجالات التانيه، فبالتالي بقى عندي شويه مشتركين في كل المجالات. بقى عندي حبه حبوني مثلا بيحبوا يتفرجوا عليا في موضوع التصوير، حبه بيحبوا يتفرجوا عليا انا شخصيا، حبه بيحبوا يتفرجوا على مراجعاتي في الموبايلات، حبه بيحبوا يتفرجوا على مراجعاتي او كلامي عن اليوتيوب، عن حاجات اليوتيوب، عن تحديثات وحاجات زي كده. فبدا الكفه تتعلي شويه، هو ده السبب الرئيسي اللي خلاني ابعد فتره عن ربح الانترنت. تمام، يعني انا بعدت عن ربح الانترنت عشان اقدر اكتسب واجيب مشتركين من مجالات تانية، بحيث ان انا اقدر اما انزل اي حلقه عن اي مجال حتى عن حياتي الشخصيه يبدا ناس برضو تجيلي. تمام، يبدا برضو الاقي في مشاهدات وفي اشتراكات وفي لايكات وفي شير وفي الكلام ده كله، لكن ما يبقاش القناه كلها مبنيه على حاجه اسمها ربح من الانترنت بس. كنت شرحت قبل كده في فيديو يعني ايه قناه محدده وقناه غير محدده وقناه عشوائيه. تقريبا القناه المحدده زي ما قلنا هي القناه اللي بتتكلم في مجال واحد بس، والقناه دي بتبقى اسرع في النمو، اما القناه الغير محدده بتبقى بطيئه شويه في النمو لانها بتجمع مشتركين من جميع الجهات. يعني مثلا انا واحد تقني بيتكلم عن التقنيه فبيتكلم في كل المجالات التقنيه، اما في واحد تقني ممكن يكون بيتكلم عن الموبايلات بس، فبالتالي اللي بيتكلم عن الموبايلات بس بيجيله مشتركين اكتر واسرع، اما اللي بيتكلم عن المحتوى التقني عموما بيبقى مشتركينه اقل شويه وابطا شويه. تمام، فكنا احنا من موضوع القناه العشوائيه، يعني مش جايين نشرح الموضوع، ولكن انا من القناه الغير محدده، انا بتكلم عن المحتوى التقني، او انا نفسي تبقى قناتي غير محدده، ما بقاش بادئ ربح الانترنت وافضل مكمل بس في ربح الانترنت. لا، انا مش قناتي لها علاقه، مش مجالي اللي هو يعني مش هفضل طول عمري اتكلم عن ربح الانترنت بس، لا. فبالتالي انا عايز القناه تبقى غير محدده، عايز القناه تتكلم في مجالات كتير، عايز لما انزل اي فيديو يجي ناس تتكلم ويجي ناس في المجال ده وفاهمه في المجال ده. يعني مثلا بتكلم عن الموبايلات يجي ناس تتكلم عن الموبايلات في الكومنتات والاقي ناس فاهمه في الموضوع، الاقي عندي مشتركين مهتمين بالموبايلات، ده اللي اقصده يعني. ولكن الفتره الجايه ان شاء الله هنتكلم عن ربح الانترنت، بما اننا بنحاول ننزل فيديوهات كل يوم، بحاول اتواصل معاكم باي طريقه، نفسي اطلع بث مباشر ولكن للاسف زي ما قلت لكم النت عندي فيه مشاكل كتير فمش عارف اطلع بث مباشر خالص، ولكن يعني ايه بحاول اتواصل معاكم بالفيديوهات على الفيسبوك، وهسيب لك صفحه الفيسبوك اسفل الفيديو، يا ريت تعمل لايك. الصفحه دي ان شاء الله الفتره الجايه هنتكلم عليها كتير، ويعني هنعمل حاجات كتير قوي على صفحه الفيسبوك الفتره الجايه يعني، فانزل اعمل لايك. عايز تتكلم معايا باي حاجه باي شكل يعني على صفحه الفيسبوك، الناس كتير بتحاول تتواصل معايا، برد على معظم الناس على صفحه الفيسبوك، ولكن بعتذر الفتره الاخيره لان مركز شويه في الفيديوهات فمش قادر ان انا ارد على كل الناس، ولكن يعني برد على معظم الناس والله على صفحه الفيسبوك، فهسيبها لك اسفل الفيديو، فيا ريت تعمل لها لايك. حاجه ثانيه، زي ما قلت في الفترة الجاية إن شاء الله هنحاول نعمل فيديوهات كتير، فلو عايزين حاجة عن ربح الإنترنت فاكتب لي في الكومنتات تحت أنت عايز إيه عن ربح الإنترنت، يعني أنت عايز إيه في مجالات ربح الإنترنت. الحتة حر صح؟ ما أنا شلت المروحة. المهم يعني شوف أنت عايز إيه في مجالات ربح الإنترنت، اتكلم اكتب في الكومنتات المجالات اللي أنت حابب إن احنا نركز فيها الفترة الجاية، وأنا لو ما أعرفش حاجة عن المجالات دي أو ما اتعلمتهاش هتعلمها وهاجي أشرحها لك. تمام؟ يعني ده وعد مني، هتعلم اللي أنت عايزه وهاجي أشرحه لك كمان. فاكتب لي المجالات اللي انت حابب نشرحها، اكتب لي المواقع اللي انت حابب نشرحها اسفل الفيديو، واحنا ان شاء الله نعمل شرح عن كل الكلام ده. وبس كده يا شباب، دي بس اللي انا كنت جاي اقوله لك النهارده، احنا ليه بعدنا عن الانترنت وازاي هنرجع للربح من الانترنت ان شاء الله اقوى من المره اللي فاتت. بس كده، شكرا عشان شفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. بس قبل ما تقفل الفيديو يا ريت تكون عملت لايك وتشير في القناه، كنت امر تشوفني. بس كده، شكرا عشان شفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي تاني. سلام. Call.